شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر رمضان، هل لازم نقول شهر رمضان ولا ينفع نقول رمضان؟ يعني ينفع نقول رمضان جاء، رمضان انقضى، ولازم نقول شهر رمضان؟ فعلا بعض العلماء قال ذلك، واستندوا لبعض الأحاديث لكن فيها ضعف، والراجح أنه يجوز أن تقول رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة إلى آخر الحديث. فينفع تقول شهر رمضان وينفع تقول رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طب هو القرآن كله نزل مرة واحدة ولا نزل منجما يعني مفرقا؟ ده هم حتى المشركين قالوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فربنا قال له كذلك لنثبت به فؤادك. يجي الموقف ينزل تنزل الآية يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام القرآن نزل متفرقا فكيف نقول إن شهر رمضان أنزل فيه القرآن؟ بداية. أحسنت. قول الراجح أنه ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان، إنما القرآن نزل على سنوات عديدة. هدى للناس، القرآن إيه؟ هدى للناس. يعني هدى واضحة، هداية للناس، القرآن هداية. إخواننا وإحنا بنقرأ القرآن لازم نستشعر أنه هداية، مش بنقرأ ولا نتدبر ولا نعمل. وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان، يعني القرآن كتاب هداية، والقرآن فيه الحجج والبينات التي تهدي العباد إلى صراط الله المستقيم، وتجعله يميز بين الحق والباطل. يبقى مرجعيته القرآن، القرآن هداية، والقرآن هو اللي بيقول له ان ده صح وان ده غلط، ان ده حق وان ده باطل. يعني النهاردة الرجل يخطب واحدة ويمسك ايديها ويمشي في الشارع، المجتمع ممكن يقبل ذلك، لكن هو في القرآن وفي شرع الكلام ده باطل. دايما ضوابط تعاملاتك يكون حسب الشرع وحسب القرآن وليس حسب ما يراه الناس. مجيش تقول الدنيا اتغيرت بقى وخليك كده، لا، الدين ثابت. الأعراف تختلف مدام مش مخالفة لنصوص شرعية مفيش مشكلة. حتى الفقهاء يقولون ايه؟ العادة محكمة. نعمل بما اعتاده الناس بشرط الا يخالف الشرع. الناس متعودة لما واحد يخالف يجيب له هدية، خلاص ده شيء كويس مش مخالف للشرع. انما دلوقتي الراجل يبيع سجاير في المحل، ده مقبول اجتماعيا لكن ده حرام شرعا، لانه من التعاون على الاثم والعدوان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني ايه شهد؟ يعني حضر، يعني كان في بلده ولم يكن مسافرا. لو كان مسافر فايه؟ له رخصة. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ودي قلناها الآية اللي فاتت. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما هو لو ربنا اراد بنا العسر كان ألزمنا بالصيام في حال المرض، وألزمنا بالصيام في حال السفر، وجعل الصيام كل السنة أو نصف السنة. لكن تشريعات ربنا بفضل الله عز وجل سامحة، يسيرة جدا، تقدر تعملها وزيادة. يعني مش أخرك التشريعات ربنا شرحها، ده أنت ممكن تعملها وتعمل أكتر منها اللي ربنا فرضها عليك. يعني تقدر تعمل الواجبات وأكتر. ليه؟ لأن طاقتك تسع أكتر من ذلك، ودي من رحمة ربنا عز وجل. وشوف مع أنها شريعة سامحة سهلة يسيرة، ولكن كثير من الناس لا يلتزم بها. يعني انت لو بصيت لها ان مثلا الصلاة كانت ممكن تبقى 50 صلاة، لا بقى 5. طب 5 وكمان ما قصر فيهم، ده كان ممكن يبقوا 50.
الصيام ممكن كان يبقى شهر وشهر كمان مؤثر في تفطر كام يوم في رمضان اللي هو شهر واحد. شيء عجيب جدا. كنت راكب مع توك توك مع واحد في الشارع يعني، فهو بقى ميال على التوك توك التاني، بيقول لي يا صاحبي مش تجي لي يا صاحبي، ما يعني بتعدى عليا. قال له والله بخلص بالليل وبتاع. قال لي يا عم ده انا جايبين القعده وجايبين شيش وجايبين مش عامل حسابي خالص وجايبين الشيشه الحلوه ومش عارف ايه. فلما بقى خلص حوار قلت له يعني الشيشه حلال ولا حرام؟ قال لي حرام طبعا. قلت له سبحان الله، شوف ربنا مدينا حاجات كتيره ايه ومنع عنك شويه حاجات قد ايه. يعني القهوه حلال والشاي حلال والمشروبات حلال والميه حلال وكام حاجه كده ايه اللي حرام. قال لي والله عندك حق. فتلاقي ان حاجات كتيره حلال وتيجي انت ترشق في الحاجه الحرام، ده شيء عجيب جدا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده. يعني رمضان كله مش نصه ولا تلته، ولتكملوا العده يعني شهر رمضان باكمله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنحن نكبر الله في عيد الفطر شكرا على هداية الله لنا، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن التزمتم بهذه الواجبات وهذه الأوامر فهذا من شكر الله تبارك وتعالى. وكلمة ولتكبروا الله، حتى بعض الفقهاء يقول والتكبير في عيد الفطر آكد من عيد الأضحى. الاثنين من السنة التكبير، بس ليه بيقول آكد؟ لأنها نص عليها في القرآن ولتكبروا الله، فده منصوص عليه في القرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وما دام هو قريب هل يحتاج إلى وسطاء؟ هل محتاجين احنا نوصل ربنا عن طريق حد؟ امال ليه بقى منتشر موضوع الوسطاء والأنداد الوسطاء والوسائل، واللي احنا نتوصل إلى الله عن طريق ولي صالح أو رجل صالح أو نحو ذلك؟ شيء عجيب جدا. وإذا لماذا هو قريب؟ لأجل أن يدعى غيره، أو لأجل أن يتوسل به عن طريق أحد من الصالحين أحياء أو أموات؟ شيء عجيب جدا. قريب عشان لما تقول يا رب يسمع دعائك ويستجيب لك سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يعني فليستجيبوا لأمري ليمتثلوا لأمري وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني يرشدون يهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد صحيح: من أراد أن يجتهد في الدعاء فليقل، يقول إيه بقى؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أعظم الدعاء، ما تملش من هذا الدعاء، وكل يوم تدعي به. ليه؟ أنت بتتبرأ من حولك وقوتك. إن الاستعانة بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإذا فعلت ذلك فأنت اجتهدت في الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.